On était vraiment concentré toute l'équipe pour rapporter une victoire. Cette victoire, c'est vraiment important pour l'équipe. On était vraiment concentré pour venir prendre racheter une victoire contre Raja et contre Wydad. Le derby, c'est spécial. Oui, c'est un bon derby. C'est comme nous au Congo, c'est Mazembe Vita. Ouais. Les prépas, ce sont comme les matchs normaux ou bien le derby, c'est un match spécial? Non, tous les derbys, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est pas comme on joue comme l'autre équipe, mais derby, c'est deux grands clubs de Casablanca, de Maroc. كما كتعرف الدير بهذا يعني كيلعب على جزئيات بساط اللي كيحسموا اللقاء كما كتعرف كاين شويه ديال العياء مقابله ديال الاربعاء اللي كان داز قويه مع حسنية شاكادير الحمد لله اليوم جرينا الماتش بداك الشيء اللي بغينا لعبنا باحترافيه خدينا من اخطاء اللي درنا اننا في البطوله العربيه ان كنا ديما كنسجلنا الهدف اليوم جرينا الماتش بداك الشيء اللي بغينا بقينا كنتسناو باش ما نغلطوش كما غلطنا في كوب العرب الحمد لله لاعبين حاسين مسؤوليه داروا لي عليهم الحمد لله وثلاثه النقاط التفوق ديال الرجاء على الوداد في مباريات ديال الديربي اللي كل شيء عارفه يعني غنبقاو ديما موفقين زعما فيتينهم في الرباحات اليوم اكدنا اننا ديما فيتينهم ونبقى ان شاء الله ديما فيتينهم حنا الاولين ان شاء الله فوز الديربيات ثلاث نقاط اللي هي صعيبه ولكن ثمينه بالنسبه لنا اللي تخلينا اننا باش نستمروا ان شاء الله في سبوع الترتيب باش نبقاو ديما قاب لي تخوا بومي فالحمد لله اننا طبقنا التعليمات ديال مدرب سي جمال والحمد لله جاب ربي التيسير ومازال ان شاء الله الخير قدام نقول للجماهير اللي جاو ساندونا اليوم وكنشكرهم ونتمناو الخير عاوتاني مازال قدام ان شاء الله الحمد لله هذا نتيجة عن العمل اللي كنشتغلوا به هذا الشيء ما كيجيش محط الصدفة فالحمد لله ان اللي كيبغي شي حاجة فاش كيخدم ليها كيوصل ليها واليوم احنا الحمد لله كونفيرمينا بالتأهل اللي تأهلنا في كأس العالم تنظن كيف شاف الجميع هو ان كنا مركزين طيلة أشواط المقابلة خلقنا فرص كثيرة لكن ما استطعناش ان نسجلوا الى اخر لقاء صحيح مروا علينا فترات صعبة لكن كنا مركزين فيهم هذا هو الأهم كيف سبق لي شرط الإخوان فالإخوان اللي دخلوا من دكرة الاحتياط فأعطوا الفرق واحد منهم سجل الهدف يجب التنويه بهاد اللاعبين جميعا لان ماشي غير في هذه المقابله ولكن المقابله السابقه عطاو مجهود كبير 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 يلزم اعتراف بهذه الخدمات ديالهم كيف قلت فعنصر التنافس اللي اصبح فيه فريق الرجاء البيضاوي هو اللي خلى ان المستوى يرتفع نتمنى من الله عز وجل ان من جميع اللاعبين يبقاو مركزين نفس الاراده نفس العزيمه وان شاء الله يكون الخير ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال MFM سبور